نيجي بقى يا حبايبي لنهاية الفيديو. بجد حاجة تحفة، احلى بسكريم هتعملوه في البيت ما شاء الله. عمل طبق حلو جدا وما كلفناش اي حاجة غير حاجة بسيطة جدا بالنسبة لو اشتريناه من بره. عايزة اقول لك يعني انت مش شايفة الايدين اللي جاية من ورايا. بصوا عايزين يقتحموا الطبق بجد يعني. طب هدوقكم هدوقكم والله، اصبروا. بصوا يا جماعة انا هدوقكم كل واحد. ايه ده انا مش ملاحقة اتكلم والله. والله ما لحق يا جماعه اتكلم. والله يا ماما ده بتاع زي اللي بره بالظبط، واحلى من اللي بره كمان. ماشي يا سلمى، طعمه تحفه، عامل زي الايس كريم اللي بره بالظبط. انت يا مريم، تسلمي ايدك يا ماما، تسلمي ايدك يا عمتي، انت يا مالك، ايه رايك؟ ماشي يا جماعه، بصوا عجبكم جدا وان شاء الله يعجبكم. اشوفكم فيديو جديد، واشتراك بقى ولايك كلكم بقى في واحد. يلا اشتراك ولايك، اشتراك ولايك. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده بقى هنعمل مع بعض بيس كريم، حاجه كده روعه جدا. بصوا من غير زبده بقى ولا لبن ولا خلاط ولا اي حاجه، في ثواني هتلاقيكي عاملاه وتفرحي بيه اولادك، ولازم توكي اولادك فيها برده. بصوا بقى، اول حاجه هنجيب كوبايه الا ربع كده او الا سنتي كده، حاجه بسيطه، زبده قصدي سمنه مجمدينها في الفريزر. تمام، هننزلها كده اهي، يعني معلش احنا كنا مجمدينها. انزلي. لا عادي سيبي حاجة. بعد كده هنروح جايبين نص كوباية سكر مطحون، الافضل تبقي طحناه، لو عايز تحطيه حبيبات مفيش مشكلة، بس عشان خاطر يدخل جدا كده في السمنة ويبقى تمام. اهو نفس الكوباية اللي هنعاير بيها، هنعاير بيها كل حاجة. نص كوباية سكر كده، ثاني لا نشيل منها حبة كده. تمام، هنروح بقى ايه نفتفتشين كده الزبدة معانا، ونجيب بقى معلقة كده نروح حاطين سكر، هنقعد بقى نقلب كده بالمعلقة. تمام، لحد ما السكر يتجانس خالص مع السمنة بتاعتنا. دي سمنة يا جماعة مش زبدة، السمنة بتبقى احسن من الزبدة في البسكوت، بتخليه ناعم كده جميل جدا، كمان عشان تبقى اقتصادية. هنقعد بقى نقلب كده بالشكل ده. بعد ما تجانس كده السمنة مع السكر، هنحط كده ربع كوباية زيت ونقلب برضو. لا يا ملك مش عايزاك تساعدني دلوقتي. عندي ولادي حبايبي بيحبوا يساعدوني، وانا هلبسهم دلوقتي في تكوير البيس كريم. او قولوا بيشمر يا جماعة. بصوا القوام بقى كريمي خالص اهو، عشان احنا كمان حاطين سكر بودر. هينزل بقى بالبيضة، نرق كويس مع البيضة، هنحط الفانيليا. ونقلب كويس كده. بصوا يا جماعه هي سهله جدا يعني، بصوا مش تاخد منك اي حاجه بجد، حاجه كده تحفه. هتعملي لنا كميه ان شاء الله حلوه جدا. كل ما خلاص نزلنا كل السوائل، هنحط بقى الحاجات الجافه. ايه هي الحاجات الجافه؟ يبقى احنا كده المقادير هسيبها لكم في الوصف. ايه الحاجات الجافه؟ المقادير هسيبها وهقولها دلوقتي. هي كوباية سمنة مجمدة، ونص كوباية سكر، وربع كوباية زيت، وبيضة، ومعلقة بيكنج بودر هنحطه كده، معلقة ممسوحة من بيكنج بودر نحط عليها،
كوباية دقيق، هنحط كده الدقيق، ندخل كده مكونات البيكنج باودر مع الدقيق، نحط كمان رشة ملح، رشة ملح صغننة كده، دي كده مكونات الجافة. يبقى بيكنج باودر، دقيق، ونحط كمان معلقة كبيرة نشا، المعلقة اللي بإيدي صغيرة فأنا هحط كده معلقة كبيرة كده ومعلقة كمان، يمكن مش نشا بقى، تخليها حاجة كده لطيفة جدا بقى، قرمشة كده وبسكوت كده. هندخل كده الدقيق كده مكونات الجافة كده. عندي النهاردة بقى حبايبي وريان ابن اخويا كده عمال زنان، هنسكته اهو. بس بالشكل ده كده نقعد نخبط فيه كده. لازم اهم حاجة ندخل الدقيق ومكونات الجاف في اي معجنات في اي حاجة. هنجيب بقى كده الملقة، احنا حطيناش الدقيق كله عشان خاطر لحد كده ما نلم العجين. معلش يا جماعة لو الكاميرا دلوقتي كده جزيئات الدقيق عمالة بتطير. عشان نظبط بقى العجين احنا هنقسمه بعد كده هنظبطه. ليه؟ لان احنا هنقسم نصه ابيض ونص ايه كيكاو، فهنخليه نكتفي كده وهنقسمه وبعدين هنظبطه بالشكل ده. قسمناها كده، هنحط بقى كده هنا شوية الدقيق، ده يبقى الابيض، ونقلب البسكوت. يا جماعه ما بيحتاجش عجن كتير، احنا يا جماعه حطينا الدقيق، اقعدي حطي دقيق لحد ما تلمي. يعني استخدمت في الكميه دي كوبايه دقيق كامله، يعني احنا كنا حطينا كوبايه في الاول، نص كوبايه قصدي، فحطيت النص تاني كله هنا في الشوكولاته بقى الكاكاو، وهيبقى هيختلف لان الكاكاو طبعا بيتقي العجين، لازم تلمي العجينه كده. بصي انا اختبرتها كده اهو، اتلمت كده معايا تمام، يبقى هي كده العجينة تمام. هنسيبها 10 دقايق في التلاجة ترتاح، نغطيها بكيس. بس بالك هنحط هنا كده بقى معلقتين ونص كاكاو، طبعا الابيض احنا حطيناه في التلاجة، نحط كده معلقتين ونص كاكاو، بعد كده هنشوف لو عايزة تتلمش في شوية دقيق هنلمها عادي، اي حد كده عايز يتلم نلمه، طبعا كل واحد عارف نفسه. ندخل كده الكيكه كله، بعد كده ان اول نلمها ونشوف كده بالشكل ده كده ونشوف. بس هي هتحتاج المقدار ده خلاص. عملنا الكيكه، نحط شويه دقيق كمان، انا عاير بقى بالمقدار، هو يحتاج ربع كوبايه زياده، الابيض يحتاج نص كوبايه لان الكاكاو قلنا بيتقي العجين معانا. هندخله كده بصوا يا جماعه، خلاص اتلمت معانا اهي بالشكل ده. دي كده هنحطها في التلاجه 10 دقايق، خلاص الابيض زمان طعمان خلاص، هنجيبه دلوقتي نكوره مع ما ده يتحط 10 دقايق كمان. خلاص يا جماعه هنكور بقى، نجيب العيله كلها تكور، بس الاول اوريكم الكور هتتعمل ازاي. هنكور كده الابيض، بصي عامل زي البليه صغنطوطه خالص كده، ما تكتريش عن كده، بصوا اهي بالحجم ده. هنجيب واحده كمان، ونخلي بقى الاولاد تساعدنا، كله بقى ايه شمر ايده. جاهزين يا اولاد؟ جاهزين. بالشكل ده كده، وهنكمل بقى بقيه الكميه. يلا يا جماعة كله بيساعد، علموا ولادكم كده يساعدوكم. كور كده صغننة خالص، مش عايز حد يكبر.
ملك بقى على قد ايده مصغرها خالص. بصوا يا جماعه الكوره بتاعت ملك حاجه كده صغننه قوي. احنا بقى نكمل بقيه التكوير ونرجع لكم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بعد ما كورنا كل الكميه احنا هنعمل بقى ايه بالشكل ده، هوريكم. نروح عاملين كده، جايبين انا طبعا عملت الكميه كلها هوريها لكم، سبت بس الجزء دوت اوريكم ازاي. سهل جدا، نجمع كده كور جنب بعض لون ابيض ولون شوكولاته بالشكل ده، نجمعيهم كده. بصين شكلها حلو جدا اهي اهي، تروحي مجمعها كده حطها في الصينيه بتاعتك. بصي حلو ازاي. هنعمل واحده تانية يا جماعه، صح، هنحط شوكولاته اهي بالشكل ده كده، نروح ضاغطينه كده ونقفل كده العجين من تحت اهو بالشكل ده كده، هو شكل البيس كريم. عايزينه كده مبطط تمام، عايزينه بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي تمام، اللي يعجبكم. هنجيب اهو كميه تانية زي ما احنا قلنا اهو بالشكل ده، عايز تخليها بالشكل ده تمام، الشكل بقى اللي يعجبك. احنا عملنا اشكال كتير هوريها لكم دلوقتي اهي، شايفين هوريكم بقى الصينيه اللي عملناها. بصوا ما شاء الله عامل كميه حلوه جدا، شايفين عامل كميه حلوه قوي وشكله جميل جدا. هنحطه بقى في الفرن ونشوف لما يطلع هيبقى احلى بسكريم. ونيجي بقى يا حبايبي لنهايه الفيديو، بجد حاجه تحفه، احلى بسكريم هتعملوه في البيت. ما شاء الله عمل طبق حلو جدا وما كلفناش اي حاجه غير حاجه بسيطه جدا بالنسبه لو اشتريناه من بره. عايزه اقول لك يعني انت مش شايفه الايدين اللي جايه من ورايا. بصوا عايزين يقتحموا الطبق بجد يعني. طب هدوقكم هدوقكم والله، اصبروا. بصوا يا جماعه انا هدوقكم كل واحد. ايه ده، انا مش ملحقه اتكلم والله. والله ما لحق يا جماعه اتكلم. والله يا ماما ده بتاع زي اللي بره بالظبط واحلى من اللي بره كمان. ماشي يا سلمى، طعمه تحفه، عامل زي الايس كريم اللي بره بالظبط. انت يا مريم، تسلمي ايدك يا ماما، تسلمي ايدك يا عمتي، انت يا مالك، ايه رايك؟ ماشي يا جماعه، بصوا عجبكم جدا وان شاء الله يعجبكم. شوفوا فيديو جديد واشتراك بقى ولايك كلكم بقى في واحد، يلا اشتراك ولايك، اشتراك ولايك. ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.